الخمسة وتسعة واربعين دقيقة، تحياتي لكم الناس الكل وين ما تكونوا معنا في الاستماع. نمشي بكم تتسويت مع الكوتش فاطمة فرشيشي باش نحكيو على الضحك، واللي هو حاجة مهمة برشا. في بعض الأحيان نقولوا احنا إنسان ما يضحكش برشا، إنسان متقلق ديما من كل شيء، ما يحبش يضحك ديما، ماهوش بشوش، هل أنه يأثر ذي على صحته وإلا لا النفسية والجسدية؟ في بعض الأحيان فما ليزارتيكل اللي تقول لا، فما بعض ليزارتيكل اللي تقول إيه. ناخذ صحيح من عند تتسويت كوتش فاطمة فرشيشي معنا بالتليفون. على السلامة كوتش. مساء الورد، مساء الخير، مساء الفل والياسمين، انت وكافة المستمعين اللي ان شاء الله نتمنيه ويا ربي الكل تكون قلوبهم ضاحين. مرحبا كوتش، ومحليها الدخلة متاعك الأغلى، وفرحانين برشا انك موجودة بحضنا كوتش. ربي فضلك، شكرا على الاستضافة. وكما قلت لك راه الضحك هو من الأشياء اللي تنعش القلب، هو دواء خفي للروح وللنفس وللجسد، معناتها بالحق عنده برشا فوائد. بطبيعة الضحك اللي باش نحكيوا عليه اليوم هو الضحك المطلوب، والضحك اللي معناتها نفركسوا عليه الكل، الضحكة الطيبة الصادقة، أكلي محليها، أكلي ما فيهش تعدي على الآخر. الضحكة اللي هي معناتها كنا نعرفوها احنا ضحك، وقولوا راه تعبير صريح وتلقائي، ينجم يكون الموقف مرئي إلا حاجة مسموعة، وإلا حتى ساعات بالذكر والتذكر. مش الضحك اللي يفوت الأداب متاعه ويفوت الأصول متاعه والتلقي، هك الضحك التلقائي، أكل يفرهد، أكل يخلي البدن يتنفس ويتموج ويتجاوب. بالضبط، فلا فلهذا هو حاجة مهمة جدا كوتش. وخلينا زادا نقوله زادا، في بعض الأحيان نلقاو برشا عبيد معناتها تلقاهم المشاكل النفسية ولا اليومية متاع حياته اليومية تقلقوا، تخليها يكون متقلق في بعض الأحيان، ما حتى نفسانيا تلقاه مدمر الإنسان ذاك. دونك الضحك يعاونه برشا، وهذا اللي يخلي زادة نسبة كبيرة، و95% من العباد اللي ديما تضحك وديما سعيدة وديما فرحانة تلقاها حتى نتائجها في الدراسة، نتائجها العملية، نتائجها وين ما تكون، تكون أفضل وأقوى وخير برشا. هكا ولا لي كوتش؟ أكيد، هو الضحك يجي من البشاشة، والضحكة خلينا نقوله اللي هي أم الابتسامة. أيوة. وهي الابتسامة حتى في وجه الإنسان المجهول كصدقة ربي سبحانه، ومعنيها فيها معناتها فيها إيجابيات. فما بالك الضحكة اللي تكون معناها تجيب الطهر، والضحك معناتها مشهورين بالضحك الأطفال بك التلقائية، بك الضحكة نتاعهم كي راهو حاجة جميلة وحاجة حلوة يضحكوا. إذا هوني وقت نلقاو إنسان ما يضحكش بسهولة، أكيد راهي فما أوجاع باطنة لداخل، راهي فما مشاكل نفسية معناها كاملة في الأعماق نتاعو. وإلا ساعات فما ناس تغلف بروحها بين الظفرين، يمشي في بينهم راهو نوع من الوقار، وهو لي نوع من الإيجو، ونوع من معناها من التباهي والاعتداد بالنفس اللي زايد على الحد نتاعو. لأنك وقت ما تضحكش مع المجموعة بتلقائية، نقولوا احنا راهو ديما نحكيو على الضحك المشروع اللي بيه، ماناش نحكيو على ضحك بشكل يسمعونا يفهموا، ماناش نحكيو على ضحك مثلا نضحكوا على فلان شنو هو اللي بس ولا شنو هذاك كله مسموش ضحك، هذاك في اسمه قلة احياء. فوالا الضحك اللي نحكي عليه اللي يجي من موقف، اللي يجي وتباهي مع طفل صغير، اللي يجي من ذكرى، اللي يجي من موقف، اللي يجي من التبتيبه، اللي يجي ما تضحك تنعش من داخل الصادقه تخرج للمجموعه تضحك. فما مثل تونسي واحنا نعرفوه الكل يقول لك احيانا راهي الضحكه تجي على راس الميت. شو معنيها هذه؟ هي الطاقه راهي تخرج، طاقه جميله تكون متواجده وموجودة في المجموعة، وإلا حتى الفرد وحده. لو ساعات إنسان يتذكر موقف يضحك وحده، راه مش معناها راه هو خرج على الإطار المألوف، وإلا راه معناتها في خلل عقلي. ليه؟ روحه متصافية ونقية، رجع للمصدر الداخل، فضحك الضحك يسرح، نقولوا احنا القلب، يسرح العروق ويعمل تنفس ويصغر حتى الوجه، راه يصغره الضحك، يعمل تقسيم بالوجه، شب للوجه، جميل ياسر. بالضبط، فوالا. وهذا وغير انه يصنع شخصيه زاد كوتش، هكا ولا لا؟ يصنع شخصيه متميزه. اي وقت اللي تضحك فباش تدخل فك حالة المرح والبشاشة مع روحك، وبشرط كونك تتحكم فك الضحكة دي. يعني الضحكة كي تخرج أكل ضحك الأدب اللي محليه، اللي تربينا عليه، أكل اللي كبرنا عليه، أكل اللي نحبوه موجود في أصحابنا. ساعات الإنسان صاحب النكتة وكل يقول لك فلان عنده كاريزما متاع النكتة، والله ينجم يأثر في المجموعة، عنده كلام حلو، عنده النكتة حتى بالخزرة متاع العين، الحضور متاعه يبث طاقة جميلة متاع فرح
في المجموعة اللي حتى يخزروا له بركة عسلمة تضحكهم. هي عسلمة الترحيب وهي عسلمة البشاشة، ما هيش سلام من اللي نقوله احنا للشوكة الواقفة، وإلا العبد اللي يظهر له أكل يضحك هذاك علاش يضحك ديما. ما تسألوش العبيد علاش تضحك، إذا كان لقيتوا روحكم مسترسلين باش تنجموا تضحكوا أضحكوا وتفرهدوا، وما تفركسوش على اللي يضحك واش يضحك ولا كيفاش يضحك. خليكم في الثقة بالنفس نتاعكم. أدواء الضحك أدواء. أقول لك أنا العبيد تمشي تدفع الفلوس باش تتفرج في سكيتش وإلا في مسرحية هزلية باش يضحكوا يروحوا متفرهدين، كاينهم نحاو أثقال ونحاو معناها كاينهم دخلوا عملوا وقولوا احنا حمام طاقي جميل ياسر، الدخلين الكل يفرهدوا. بالضبط. في بعض الأحيان وقت اللي يكون إنسان عنده بعض التقلقات ويحاول أنه يضحك بتعالة أنه ينسى القلق هذاك ولا ينسى ستريس هذاك، هل أنه ينجم يولد له طاقة سلبية في داخله؟ هل أنه ينجم يأثر على شخصيته وقت اللي إنسان يبدأ متقلق من حاجة لكن يضحك يقول هني نضحك على الأقل خير من أني نبقى ديما مهموم ديما متغشش؟ شنو رأيك كوتش؟ شو أي حاجة هو الانخراط الساعة في الشيء، وكي ينخرط إنسان في ضحك لدرجة باش يتغلب على وجيعة ساكنة ولا كل راهو هو باش يقللها من الأهمية متاعها، على خاطر الضحك هو حالة سعادة ولو حتى مؤقتة وإلا وقتية وإلا مخضرة للحظات هذيك متاع الوجيعة، لكن باش تكون عندها تأثير لازم باش تأثر على الخلل السلبي وتنقص منه. فما عبيد تبدأ في قمة متاع حزن وكله يظهر لي فما ديكوتش توا متاع ضحك وكله ينخرطوا معاهم من الاول، تظهر لهم الحكايه راهي معناها شويه غريبه فيها من الغرابه فيها من الحاجه اللي ما يتقبلوهاش، لكن معناها ينخرطوا معناتها يضحكوا الضحك للضحك، يضحكوا على الناس اللي تضحك ومع الناس اللي تضحك يلقاو رواحهم منخرطين يتفرهدوا. الضحك ما يكون كان حاجه كيما نرجعوا ونقولوا كيما وصاونا وكيما ربيونا وكيما نعرفوا الاصول نتاع الضحك، ما يكون كان حاجه تفرهد القلب وترجع بحاجه إيجابية على الجسد. أي مهموم أي موجوع نقول له لو كان تلقى حاجة باش تفرهدك وتضحكك أهرب لها وامشي لها مثالش، مش معناها ما نعرفش أنا ماهيش باش تكون معناها باش تجي تحل مشاكلك بالضحك، ليه؟ أما نهربوا من الوجيعة، نهربوا من الحزن، نهربوا من أي طاقة سلبية بالضحك راهي تتحل. تلقى روحك وقت تتفرهد أنت وتتلقى روحك تضحك والفكر نتاعك معناها يدخل في حالة سرور، راك باش تلقى الحل خير من اللي أنت مكتئب وحزين ومسكر على روحك. بالضبط. فولا هل يعني شويه دم البارد انه يقلق شويه شخصيه الانسان؟ في بعض الاحيان الانسان تلقاه ينجم يضحك لكن ضحكته تكون دخلاليه من داخل، فنسميه في بعض الاحيان وهو ديجا دم البارد، مش معناتها مش حاجه معناتها علميه ولا حاجه مدروسه، لكن نحكي ساعات نقولوا انسان دمه بارد، انسان تواتي باش انه يتغش ما يتغشش، انسان تواتي باش انه يضحك ما يضحكش، شنو هو النجم نقولوا على الموضوع هذا يا دكتوره؟ هذيك كبح جماح النفس وكبح المشاعر، ومن أقوى هذيك العباد. أنا نقول لك ماذا بينا نحييه اللي نجموا يكبحوا مشاعرهم خاصة عند الغضب باش ما يردوش الفعل تلقائي، خاطر ساعات راه رد الفعل من بعد يجي يجر وراه الندم. وهنا نوليو نحكيه على أنواع نتاع ضحكة، اللي الضحكة الصادقة والضحكة التلقائية والضحكة السفراوية والضحكة اللي باش يبرد بها موقف. وفما ناس علاش احنا ما حبيناش نجيبوا أنواع الضحك، ساعات فما ناس لاستنقاص الآخر وفما عبيد معناها تستعمل هالضحك هذايا كنوع من السلاح السلبي لسلب طاقة الآخرين، خاصة كي يلقاهم ناجحين وإلا مشرقين وإلا محليهم، فيستعملوا هالضحكة هذايا كسلاح. هنا نحكيو على الضحكة اللي ماهيش باهية وماهيش محمودة وماهيش مقبولة لا هي ولا اللي مارس فيها. لكن الضحكة التلقائية الجميلة اللي تجي من بعد بسمة ولا إنسان يلقى إنسان في طاقة سلبية ويحب يخرجوا من الطاقة هذيك فيبدلوا بتفدليكة حلوة ويبدلوا بكلمة أحلى منها وبموقف أحلى منهم الكل، هذايا ما نكونوا كان نحيوه. أما الدم البارد، الدم البارد اللي يستعمل الضحكة الاصطناعية راهو كل شيء طاقي ديما. أنا كلمة أقولها نقول راي الطاقة توصل يعني المتلقي ياخذ الطاقة كما هي، إن كانت صادقة الضحكة راهو باش ياخذها بصدق، إن كانت مجاملة وإلا إن كانت جابرة للخواطر وما أدراك، إن كانت ضحكة مستمرة
تستهزا ضحكة الاستهزاء والكل راه يترجع على صاحبها بالكارما، لانه اللي ضحك غدوه ضحك اليوم على عبد سامحني غدوه لازم يضحكوا عليه ما فماش اكيد ولا دونك باش نعملوا حوصله صغيره. الضحك هو نجم نقولوا في ديزيلكترون معناتها طاقه نعمه فوالا وهي طاقه نعمه مني عم ربي سبحانه الضحكه بالضبط فوالا هي النعمه هذه اذا كان انت وصلتها لغيرك بطريقه ايجابيه دونك فباش تكون هو زاد ايجابي باش يبادلك الشعور هذاك اذا كان بدلته بطريقه سلبيه فباش يعود بطريقه سلبيه دونك عباره انت رميت له كره وهو باش يرجعها لك الكره هذه رميتها له انت ايجابيه باهيه ولا رميتها له بطريقه سلبيه فالقرار بيديك انت. وانت قلت كوتش كلمه محليها على الاخر ونعرفوها الناس الكل لكن للامانه كنا غافلين عليها تبسمك في وجه اخيك صدقه ميسالش تبسم ميسالش اضحك ميسالش انسى المشاكل الكل وانسى ستريس وقت اللي تبدا مع اصحابك تبدا مع حبيبك تبدا مع عائلتك خلي الوجيعه بينك وبين روحك وتفادى المشاكل الكل وتفادى القلق وتفادى ستريس لكن وقت اللي تبدا مع عائلتك تبدا مع اصحابك تبدا مع اي كان حاول ديما انك تعطيه الطاقه الايجابيه حتى كان هو يكون متقلق بل بالعكس خليك انت كي تقعد بحذاه تبدل له كطاقه سلبيه ترد له طاقه ايجابيه وهذا اللي حاشتنا به هذا الممتاز دونك طاقه نعمه الضحك نعمة كوتش هكا ولا الضحك نعمة ونعمة محليها ونعمة معدية زيدة راهي لأنك تنجم يكونوا عبيد يشدوا رويحهم على الضحك وتكون طاقة الإنسان الآخر الباعث لها الضحكة هذه سواء قلت لك بنكتة وإلا بموقف وإلا حتى بأي حاجة كانت فهي معدية فيلقاوا رويحهم ينخرطوا في الضحك من غير ما يشعروا برويحهم بالضبط. فإن شاء الله يا ربي كل مفجوع موجوع للضحكة يهرب وتلقاه إن شاء الله معناتها سعيد ومرمم للجراح معنا كل شيء الحياة تسير لا تتوقف بالضبط ونحن سعيدون رغم كل الداء والآلام ولا بالضبط ومحليك ومحليها ضحكتك ومحليك انت معنا على زون دو كاب اف ام. شكرا لك كوتش دونك شكرا لك كوتش فاطمه الفرشيشي نرجع معك ان شاء الله في فرص واحده اخرى ونحكي بمزيد المواضيع الا سينو مازلنا معكم حتى للسبعه اكثر تفاصيل تعدوا تلقاوها من جديد على باش فيسبوك انستغرام يوتيوب راديو كاب اف ام. نرجع معكم بعد لحظات.